بشكرك جدا والله. هو انا عضو في مجلس اداره مؤسسه اولادنا مع استاذه سهير عبد القادر. طبعا هي فعلا الدينامو، هي اللي بتحرك كل الاحداث، واحنا طبعا فخورين وسعداء بيها ومبسوطين ان احنا معاها، ان احنا بنعمل حاجه لاولادنا، يدي فرصه لغيره، يستوعب غيره، يقدر ظروف غيره. فهي دي الرسالة اللي دايما الواحد عايز يقولها. والله الفترة دي بقى في يعني أحسن، في تقدم أحسن، لكن ما زلنا لا نناقش قضايا ذو القدرات الخاصة بشكل درامي واقعي. ما زلنا إحنا بنجيبهم على هامش مسلسل، ما بيبقاش هو الحدث الرئيسي، او بيبقى فيه بس قليل قوي، نسبه ضئيله جدا الدراما اتكلمت عنهم كبطل رئيسي. يعني والله كلنا نتمنى، بس هو مفيش حاجه بايدينا، لان في النهايه المنتج هو اللي بيتحكم ايه هيتعمل مش هيتعمل. المتحده هي اللي بتقول اه هاخد ده، هشتري ده، مش هاخد ده. فانا كفنانه مفيش حاجه في ايدي. انتوا يا جماعه بتسالوا اسئله صعبه، وانا شخص صريح قوي، فهذا ممكن يزعل مني ناس كتير قوي. احنا عندنا مشكله، لازم نعترف ان احنا عندنا مشكله في الثقافه بشكل كبير، لازم نعترف. يعني نتمنى وزير الثقافه الجديد يعني يبتدي، وهو فعلا في امل، وابتدى يعمل بروتوكولات ويحط ايده على المشاكل، بس احنا محتاجين سرعه، مش محتاجين ايقاع حكومي. يعني مش عايزين الروتين، محتاجين سرعه.